مؤتمر مصغر افتتحته الهيئة العامة للطب الشرعي، يتم خلاله مناقشة الجوانب العلمية والتنظيمية والإدارية ومكاشفة عمل الطب الشرعي خلال الفترات الماضية منذ تأسيس الهيئة العامة للطب الشرعي، حيث تتوزع هذه المناقشة على مدار 3 أيام في فندق الدمروز بدمشق. رح يكون في مناقشة لجوانب علمية بالإضافة للجوانب التنظيمية والإدارية، ومكاشفة لعمل الطب الشرعي خلال الفترات الماضية منذ تأسيس الهيئة العامة للطب الشرعي وحتى الآن. بالجوانب العلمية وبالجانب العلمي رح يكون في أول يوم من أيام الورشة أو الفعالية رح يتم مناقشة المواضيع المهمة والذات الحساسية الخاصة في عمل الطبيب الشرعي بعمل الطبيب بشكل عام. رح نحكي عن موضوع الأخطاء الطبية والفرق بين الخطأ الطبي والاختلاط. رح نحكي عن طريقة التعامل مع الوفيات الناجمة عن الكورونا بشكل منهجي. رح نحكي عن موضوع التسممات والسموم، وهذا الموضوع كتير كمان أيضا حساس وضروري. رح نحكي عن فن كتابة التقرير الطبي الشرعي. رح نحكي كمان عن موضوع الاستعراف، طريقة التعرف على الجثث والرفات مجهولة الهوية، وهذا موضوع بتعرفي أهميته بهالفترة وبعد الحرب الإرهابية الظالمة اللي تعرض لها القطر. فهذا الموضوع كتير مهم، عم نطور شيء اسمه علم الانتروبولوجي، رح نتطرق له أيضا، علم الإنسان اللي هو رح يساعدنا في هذا المضمار. سأتطرق إلى أخطاء الجراحين، سأتطرق إلى أخطاء أطباء التجميل، متى يكون الطبيب مخطئ، هل كل ما يقال عن الأخطاء الطبية هو حقيقة؟ ليش انتشرت قصة الأخطاء الطبية بهالفترة؟ هل لأنه فعلا الأطباء مستواهم أقل من الأول، أم صار وعي القانوني للمواطن أكبر من الأول وصار يشتكي، صار يتجرأ على الطبيب؟ سنعرف الخطأ الطبي، متى يكون الطبيب مخطئ، ما هي أركان مسؤولية الطبيب. الطب الشرعي له هيكل تنظيمي مهم، كان قديما بشكل أقل تنظيما، وبعدين إجا مكرمة من السيد الرئيس بمرسوم تشكيل الهيئة العامة للطب الشرعي بسنة 2014. هذا المرسوم أو هذه الهيئة استطاعت أن تنظم عمل الطب الشرعي. هلا الفعالية الحالية لتطوير آلية التنظيم الطبي الشرعي، التعامل مع الفروع، التعامل مع الأقسام، التعامل مع الأطباء الشرعيين مع بعضهم، التعامل الأطباء الشرعيين مع الوزارات الأخرى المعنية، وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو الهيئات التنظيمية الأخرى. ولذلك الهيكل التنظيمي مهم جدا، وهذه الفعالية تعتني بهذا الموضوع. ورشة العمل هذه تعد نقطة انطلاق جديدة في الطب الشرعي، حيث يتم خلالها التحدث عن النقاط الأساسية في زمن الحرب ودور الهيئة العامة للطب الشرعي والأخطاء الطبية وفن كتابة الخبرة بطريقة طبية.